رغم البداية الجيدة للأسبوع بنجاح تنظيم بطولة العالم للرماية وحصول مصر على الميدالية البرونزية، إلا أنه لم يكن الأفضل للكرة المصرية خاصة على صعيد القطبين. الزمالك خسر من الترجي التونسي خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليتأزم موقفه باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين. أما الأهلي فسقط في فخ التعادل أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل منهما، ليحتل الأحمر المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويا مع فيتا صاحب المركز الثاني. الأحمر كان قريبا من الفوز وكانت للتغييرات فاعلية هجومية، ولكن ركلة الجزاء قلبت الموازين. ويحتاج الأهلي والزمالك للفوز في مبارياتهم المقبلة لضمان التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا دون الدخول في حسابات معقدة. محليا عاد بيراميدز لنغمة الانتصارات بالفوز على أسوان بهدفين دون رد. في الختام، وقع اختيار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على 6 محترفين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر، هم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي ومصطفى محمد. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، برحب بنجومي وضيوفي الفقره الحقيقه الاكثر جماهيريه دلوقتي، عمرو علاء. علاء وعمرو، عمرو مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، وسعيد جدا اني معاك النهارده، وسعيد صديقي وحبيبي علاء، ويعني الحلقه فعلا عامله حاله انا حاسسها في الشارع يعني، فحاجه حلوه قوي. الحمد لله يا رب دايما. علاء بمساء الخير. أهلا مساء الخير كابتن سيف، تحياتي ليك وتحياتي للأستاذ عمرو، وأنا بشكرك جدا على المقدمة بتاعت الحلقة، لأن احنا فعلا يعني احنا بقينا حالة، لأن احنا ما بنصطنعش، ما بنتكلفش، مش مناظرة. لازم الناس تفهم حاجة يا كابتن سيف، إن أنا وعمرو مش داخلين مناظرة مع بعض، ولا أنا متحدث رسمي باسم النادي الأهلي، ولا عمرو متحدث رسمي باسم نادي الزمالك، ولا احنا داخلين معركة أصلا. احنا بنتكلم بلغة بسيطة جدا بدون تكلف وبدون تحفظ، بنتكلم بلغه اهل الشارع، بنتكلم باللغه اللي بنتكلم بيها مع بعض بره بعيد عن الكاميرا، بنتكلم بلغه بسيطه جدا جدا اللي الناس عايزه تسمعها، واحنا مش في خلاف ولا مناظرات، لان الناس كلها فاكره ان انا وعمرو جايين بنعمل مناظرات مع بعض مين يكسب التاني، وجايين فاكرين ان احنا متكلفين ومتصنعين في الخناق او في الاختلاف في وجهات النظر، فاكرين ان ده متفق عليه. يعني في ناس كده جدا بتقول لي انتوا اللي بتعملوه ده، هل ده متفق عليه بينكم وبين بعض مع كابتن سيف؟ اقول لهم والله مش متفق عليه خالص. فهم كل الناس للاسف يعني، انا سعدت جدا جدا بمقدمتك لحضرتك، لان الناس لازم تفهم كده، لازم تفهم ان الفقره دي هي عباره عن 2 اصحاب بيتكلموا مع بعض بنفس الطريقه اللي بيتكلموا فيها خارج الاستوديو، يعني زي الاستوديو بره الاستوديو، ولا في تكلف ولا في تصنع ولا هي اصلا مناظره. انا اللي بتشرف بوجودكم، بتشرف الحقيقه ان الفقره بقت حاله كبيره، وزي ما قلت في الانترو كده، هو كل واحد قاعد، هي مش فقره الامور الفنيه يعني بيناقشها الفنيين والمختصين في الكوره، ولكن احنا بنتكلم من وجهه نظر كل واحد في الشارع، كل مواطن بسيط، وكل واحد بيحب الكوره، وكل واحد شايف الملف او الحلول ازاي. بشيد بيك جدا ان انت مع كابتن خالد غندور اشدت بقرار النادي الاهلي وقرار كابتن محمود الخطيب في كهربا. طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة يعني عمل قرار رائع جدا، قرار محترم، فلازم نشيد يعني لما حد يعمل قرار كويس أيا كان، فإحنا لازم نشيد بيه. أنا لأن في البعض بيتهمني إن ببقى دايما ضد قرارات النادي الأهلي، غير صحيح. لا، بداية زي الفل، لما النادي الأهلي عمل قرار كويس كلنا أشدنا بيه وقلنا إن ده قرار محترم تربوي مهم جدا في هذا التوقيت. بدايه زي الفل. ملك التوقعات قبل ماتش الاهلي والزمالك، قلت لي الجمهور بكره ما يقلقش، الاهلي والزمالك احتمالات كبيره ما يكسبوش ماتش ولكن هيعدوا. بالظبط، انا رهنت مع حضرتك هنا ان الاهلي والزمالك مش هيكسبوا الماتشين. انا كنت عندي احساس ان الاهلي، بس كنت متوقع الاهلي هيقدم العرض الكبير ده يعني، لا كنت متوقع الاهلي هيقدم عرض بس ممكن ما يكسبش،
وقلت لحضرتك ان الاهلي والزمالك كالعاده هيحطونا في خط اليك، وده اللي حصل. لان انا قلت لحضرتك احنا دايما متعودين من الاهلي والزمالك ان هم في حكايه دوري المجموعات لازم يحطونا في خط اليك، لازم الحلول عندهم تيجي متاخره جدا، لازم يتعبوا اعصاب جماهيرهم، وده اللي حصل دلوقتي. من وجهه نظرك الاهلي قدم مباراه كبيره جدا، انا يعني واحده من افضل مباريات النادي الاهلي فتره طويله جدا، يعني عمل كميه فرص صعب جدا تتكرر في اي مباراه. مفيش فرقه في دوري ابطال افريقيا تهاجم فرقه وتحليها اكتر من 20 فرصه. لو النادي الاهلي كان بيلعب مباراه كره قدم خماسيه ما كانش هيوصل لهذا القدر من الفرص. مقتنع معاه؟ النادي الاهلي طبعا قدم مباراه كويسه، كان افضل في معظم الفترات من نادي فيتا كلاب، لكن الفكره اني ما عرفش يترجم ده، وكالعاده بواليا خزل جماهير وكالعاده يعني. لكن بشكل عام النادي الاهلي كان يستحق المكسب في المباراه، الحظ ما حالفوش. عندك وجهه نظر على كالعاده دي؟ لا، اصل يعني انا بس بتحافظ بس على الامر ان هو بتحفظاته دايما على لعيبه النادي الاهلي، مش عارف ليه ما عندوش تحفظ على اي لاعب من الزمالك جايين يعني. على الزمالك جايين بس يعني انا بس في حضرتك، بس في نقطه بس في البدايه، حضرتك شكرت عمرو على اشادته بالنادي الاهلي. انا بضم صوت حضرتك وبشكر نخبه من الزملكاويه، مدربين قدامى، لاعبين قدامى، اعلاميين، زملاء اعلاميين خرجوا من تحت الوصاية أو انتهت عصر الوصاية عليهم، فابتدوا يشيدوا بالنادي الأهلي، ابتدوا تحولوا 180 درجة، دلوقتي بيسمنوا مواقف النادي الأهلي، أنصفوا مجلس إدارة النادي الأهلي، أنصفوا مبادئ وقيم النادي الأهلي. دلوقتي حضرتك على شاشة قناة الزمالك بتشوف إزاي النجوم كلها بتطلع تتكلم على قيم ومبادئ النادي الأهلي بيستشهدوا بيها. فأنا بشكرهم جدا. خلينا نتكلم في نص الكوباية المليان وكل الناس آرائهم محترمة وفوق. أكيد طبعا وفوق طبعا وفوق. أنا بشكرهم. بس أنا مش موافق على الكلام اللي هو قاله. مفيش وصايه ومفيش الكلام اللي هو بيقوله ده خالص. انا متحفظ على الكلام. لا هنتحفظ على القصه دي ونكمل. ليه قلت بواليا كالمعتاد؟ انت ما عندكش رؤيه فيه؟ انا يمكن اول واحد هنا اتكلمت وقلت ان بواليا مش مستواه مش هو النادي الاهلي، مش هو المهاجم اللي النادي الاهلي بيحلم بيه، مش هو المهاجم اللي جماهير النادي الاهلي شايفه فيه ان هو ده اللي هيقدم الحلول الهجوميه بتاعت النادي. طب مين من وجهه نظرك من اللي موجودين دلوقتي؟ موجودين؟ يعني مين؟ محمد شريف، بواليا، مروان، اجايب، صلاح، مين يقدر لو موسيماني اداله يشتغل بشكل جيد؟ انا رايي محمد شريف طبعا، ورايي كمان اجايب، لعيب كبير جدا ولعيب عالي جدا. طيب هم الافضل يعني. هل من وجهه نظرك الاهلي يحتاج لمهاجم؟ اكيد يعني، بالتاكيد الفتره دي يعني الضغوط، المباريات النادي الاهلي، الضغوط اللي عليه، كمان الفرص اللي كم الفرص اللي بتضيع من النادي الاهلي في مباريات بقي يعني امر مثير لغضب جماهير النادي الاهلي بشكل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي ما صدقش الماتش اللي فات، انت حضرتك بتتكلم على اكتر من 20 فرصه مؤكده او شبه مؤكده للتهديف، تضيع كلها بشكل غريب جدا. في سوء حظ كتير جدا، كره بواليا يعني لو كانت كره بواليا اللي هي جت في القايم الشمال، لو كانت اتحرفت سنه واحده كان بيجون، ما كانش حد يتكلم على بواليا بالشكل ده خالص، كان هيبقى بواليا مهاجم جيد جدا. حتى كره الجون الاول بتاع محمد شريف، الكره ردت من القايم، كره اجايه. انا شايف ان اجايه هو الافضل للنادي الاهلي في التوقيت ده، وفعلا اجايه لما بيكون في مستواه لا بيفرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. الناس رغم التعادل اتكلموا على موسيماني بشكل جيد جدا، وقالوا يعني عمل كل حاجه في الكوره بقى، 15 فرصه ما فيش حاجه بتيجي، هو هيعمل ايه؟ ما ده الناس نقدت بعضها يا كابتن سيف، يعني حضرتك شفت الناس هي نفس الاشخاص اللي هم اشادوا بموسيماني وانه ازاي ادار المباراه بشكل كبير جدا، وان هو ازاي خلق او خلى الفريق في وضعيه هجوم على مدار 90 دقيقه، وان ازاي وصل لعيبه اكتر من 20 فرصه. هم دول نفس الناس اللي انتقدوا موسيماني بعد ادائه مع مباراه سيمبا. انا بس مش طالب من الناس بس التقييم بالقطع، يعني موسيماني مش مدرب اللي هو يتقيم بالمباراه الواحده، يعني نرفعه السماء ينزله الارض. انت يعني انت رايك ايه؟ انا رايي ان هو مدرب جيد. مدرب جيد. انا طبعا من اوائل الناس اللي اتكلمت هنا على موسيماني، وقلت ان هو اقل من مستوى النادي الاهلي، وانا ما زلت عند رايي، وان الجمهور كتير وبدات الناس دلوقتي تقول نفس الكلام اللي انا الناس هجمتني عليه لما انا قلته في البدايه. موسيماني بكل اسف اقل من النادي الاهلي بكتير، اداء النادي الاهلي معاه اداء متذبذب، مره اداء عالي ومره اداء اقل، تشكيلات وتغييرات وتشكيل البدايه والتغييرات كلها فيها عليها تحفظ. فانا شايف انه هو مش جدير بقياده النادي الاهلي، هو اقل من النادي. كم في الميه فرصه؟ وكمان عايز اقول حاجه برضو مهمه يعني، اتفضل، في السياق ده يعني
نسيماني هيمشي وكهربا اللي هيقعد والايام بيننا. ايه علاقه ده بده يعني؟ انا بس بقول علاقه يعني، بقول حاجه في النص. استاذ علاء انا مش عارف ايه موسيماني هيمشي وكهربا يقعد. وجهه نظر، هو شايف ان موسيماني. طب ايه الربط بينهم يعني؟ اصل ده مش مدير فني. هو شايف النهارده يعني. هو شايف النهارده ان الخلاف. لا بقول ان الاهلي هيمشي كهربا اللي هيقعد وموسيماني اللي هيمشي. ماشي، وجهه نظر، راي حضرتك فيها؟ لا طبعا انا شايف ان موسيماني طبعا زيه زي اي مدير فني، بقاؤه من عدمه مرتبط بالنتائج والبطولات، بطولات وده امر طبيعي جدا. الراجل نجح، بدايته كانت بدايه اسطوريه لاي مدير فني، مفيش مدير فني بيجي في خلال شهر ياخد 3 بطولات، طبعا دي عملته. لكن انا ليه تحافظ على شخصيه موسيماني نفسها، ان موسيماني مش هو المدير الفني اللي يقدر يمكن نقطه نظام داخل الفرقه عملها، يمكن في وقعه كهربا دي تحديدا، يمكن دي اول مره يظهر العين الحمراء للاعيبه النادي الاهلي، وده كان مطلوب منه في التوقيت ده ان هو لازم يظهر العين الحمراء. موسيماني تصريحاته في المؤتمرات الصحفيه بيكون فيها شيء يعني، فيها هدوء، ده بيشجع الهدوء بتاعه او التماس العذار ده بيشجع الناس على انتقاده، وده ما كانش ممكن لحد يعني. مختلف معاك 180 درجه. لا لا لا، انا شفت حضرتك وانت بتعلق على تصريحات موسيماني بعد المباراه. انت قلت تصريحاته كلها منطقيه وتصريحات جدا عكس تصريحات باتشيكو. انا سمعت حضرتك ما كنتش مقتنع بتصريحات باتشيكو خالص بعد مباراه الزمالك وبعد هزيمته المترجي، وانت حضرتك ما كنتش مقتنع تماما بتصريحات باتشيكو، وكنت مقتنع جدا جدا بتصريحات موسيماني. لكن انا بتكلم على لغه الحوار ولغه التبرير، دي بتشجع ناس كتير جدا على انتقاده لموسيماني. يعني لو كانت عنده جزء من شخصيه مانويل جوزيه، مانويل جوزيه اللي كان مدير فني اللي بيخاف يعني، انت مع سلوك. حق النقد ولا ضد حق يا عمرو؟ يعني بتكلم على الشخصيه، انا بتكلم على الشخصيه، انا بتكلم على الشخصيه ولا ضد يا عمرو؟ بتكلم على شخصيه المدير الفني. المدير الفني الراجل رائع، بيرد بمنتهى الهدوء، منتهى الديمقراطيه، وبيرد بواقع. لكن هدوءه وتواضعه الشديد جدا ده بيطمع الناس في نقد. بس رد قوي طبعا، رد قوي يعني رد المره اللي فاتت مثلا، بتلعب مهاجم حضرتك، بص على الملعب، تلعب كذا، عملت كذا. ده في المؤتمر الصحفي الاخير، لكن قبل كده كان بيسمح لبعض الناس انهم يتدخلوا. لكن كان في مثلا المديرين الفنيين في النادي الاهلي كان لا يجرؤ ان الصحفيين يسالوهم اسئله. لا بس ده غلط. لا 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 غلط. لا طبعا، لا لا اقصد فندم، انا مش انا فوجئت برايه ان هو راجل صحفي واعلامي ومش عايز حد ينتقد. لا يا عمرو، مش هتنتقده يعني، المفروض التجاوز يا عمرو. لا يا عمرو، انا بتكلم على التجاوز. لا استاذ علاء، طول ما السؤال ما فيهوش خروج عن، انا بسال حضرتك حضرتك ترد عليا بغض النظر، اصل السؤال في الاخر في الكوره في الملعب، فاهم حضرتك قصدي؟ مش محتاج خلي بال حضرتك، خلينا نطلع من حته ان انا ارد عليك قوي واقفل القصه، مش في الاجابه. لا ملكي اكتر من ملك. لا لا خالص 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 خالص، دي واحده بس خالص. انا بتكلم على الاسئله الساذجه. ايوه يعني لما لعيب بيقول له من غير دي واحده، من غير اسئله واحترام للجميع، انا بسال حضرتك سؤال في الرياضه، حضرتك هترد عليا في الرياضه. النهارده انا ضد تماما ان انا ارد عليك بقوه مش في الموضوع، انا ممكن ارد عليك بهدوء بس في الموضوع اتقفل القصه. تمام، انا وجهه جدا نظر. جدا طب جداً. انت مقتنع ان موسيماني عمره طويل في الاهلي؟ عمره طويل في الاهلي. طيب نروح لملف كهربا، شايفه ازاي؟ يعني بدون ما حد يزعل، بدون ما حد يزعل هو على طول، انا ما عنديش اسئله ليه؟ لا ابتديت عندك وبعد كده رحت له، بدون ما حد يزعل، بدون ما حد يزعل، كهربا ضحيه حاله من التدليل عاشها في نادي الزمالك بشكل كبير جدا، حاله من التدليل. لا ده هو متربي في النادي الاهلي. ثواني زمالك ايه؟ واحده لا هو متربي في النادي الاهلي. معلش يا سمعي، جيب عمرو. واحده انا كابتن سيف جمعني. انت كده بس، انت كده رحت في حته. لا انا بس ممكن اكمل بس الجمله بتاعتي. طيب انا جمعني ممكن استاذنك في حاجه؟ طب معلش لا مش في فاصل، اتفضل. خلينا في النادي الاهلي. طيب ماشي اوكي. انا جمعني حوار يا كابتن سيف، انا جمعني حوار. انا جمعني حوار بس خليني قيم كهربا وهو في الاهلي دلوقتي. وهو في الاهلي دلوقتي؟ لا افضل بكتير جدا جدا من مع نادي الزمالك. بس انا بقول لحضرتك يا استاذ علاء، يا كابتن سيف والله العظيم، استاذ علاء كابتن سيف دي شخصيه يا استاذ علاء، دي واحده بس يا كابتن سيف. طب ممكن تسمعني والله انا بس انا سؤالي مش كده. كابتن سيف واحد جاي متدلل 4 سنين او 5 سنين في نادي الزمالك. ممكن سؤالي؟ اتفضل اتفضل. مالناش دعوه خالص، خلينا نبدا. واحده بس يا فندم، يا فندم خلينا، دي مفيش انصاف شخصيه. طب دي واحده بس، دي واحده، خلينا نبدا حاجه جديده. يعني ايه حاجه جديده؟ انا دلوقتي بسال حضرتك راي حضرتك في كهرباء في الاهلي، هيستمر علاقته بموسيماني؟ هيديله الفرصه تاني ولا لا؟ بس ده السؤال. هيستمر مرتبطه بكهرباء، لان كهرباء لازم واكيد اكيد وصلت له رساله ان دي اخر فرصه ليه في النادي الاهلي. توقعاتك؟ لا توقعات ان كهرباء يمشي، لان كهرباء صعب جدا يتحكم في اعصابه. طب هل هيبقى في علاقه بينه وموسيماني ولا هتبقى صعبه؟ لا هتبقى سهله جدا جدا جدا. هتبقى جدا سهله. استاذ عمرو امرني، راي حضرتك في قصه كهرباء في النادي الاهلي. كهربا ابن النادي الاهلي، اتربى في النادي الاهلي، نشأ وترعرع في النادي الاهلي. تمام. من هو صغير في النادي الاهلي. فبالتالي هو اخلاق النادي الاهلي. تمام، ده طبيعي. ماشي. نمره 2 اكمل. بس اكمل.
نمرة اتنين انه كهربا ده لاعب هارب والنادي الاهلي خده هارب. ملناش دعوه بالكلام ده يعني. اشمعنى انت بتخرج على النص يا عمر؟ لا ما تخرجتش على النص. امال ايه يعني؟ ايه علاقه هارب؟ ايه علاقه ايجو يا واحد كبير؟ لا 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 مفيش تكمله معلش. لا 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 استاذ علاء استاذ علاء دي واحده بس عشان خاطري. السؤال اجابه السؤال معلش. لا معلش معلش السؤال. طب دي واحده يا استاذ عمرو. يا استاذ عمرو اتفضل. السؤال بعد اذنكم مش عايز اروح بيمين ولا شمال. طيب انا عايز رد في الماده بتاعتي. كهربا عنده مشكله مع موسيماني في النادي الاهلي زي ما قلت للاستاذ علاء. توقعات حضرتك هيكمل ولا لا وعلاقته بموسيماني؟ كهربا هيكمل وموسيماني هيمشي. طيب لا راي حضرتك ان انا هو بقول لك اهو ده رايي. راي حضرتك ان دي ممكن تكون المشكله الاخيره كهربا ولا الامور الجايه هتبقى صعبه؟ لا كهربا هيقعد طول عمره يعمل مشاكل لان خلاص اتربى نشا وترعى. بس دي واحده بس. لا ملناش دعوه ملناش دعوه بدي. احنا انا بسال في جزئيه الرد في الجزئيه من علي انا وهو يقول اسوء مني. طيب نروح بقى نشوف كده رسائل للاستاذ عمرو للاستاذ علاء من الجمهور صوت وصوره وارجع لكم تاني. كابتن سيف مساء الفل على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام وعلى الساده المشاهدين. عندي سؤال للاستاذ عمرو الدرديري. معلش سؤال بره المنهج شويه ما بيتكررش كتير ففرصه. استاذ عمرو حضرتك كزملكاوي وكل الساده الزملكاويه اخواتنا يعني دايما بيقارنوا نفسهم بالاهلي ويحطوا نفسه في مقارنه مع الاهلي هو حر. لكن النتائج اللي قايمه على الوضع ده مريحاك مخليك مبسوط؟ ونتائجك زي ما انت شايف الفيفا مطلع تقرير من يومين بيتكلم على ان الدوري المصري الاهلي قتل الشغف فيه في اخر 13 سنه. الاهلي واخد 12 بطوله والزمالك بطوله. فكره مميزه جدا مع كابتن سيف زاهر اللي هي فقره استاذ عمرو وعلاء. دي فقره مميزه جدا والنقد فيها بيبقى بناء طبعا. انا حابب بس اوجه لهم رساله ان الزمالك ان شاء الله قادر ان هو يتخطى دور المجموعات. مساء الفل على كابتن سيف وعلى الاستاذ الكبار اللي مع حضرتك. طبعا هو بس مش نقد واكتر من انه رسائل بس انا حابب اوصلها بما اني محرر سوشيال ميديا اهلاوي. رسائل بس حابب اوصلها ان شاء الله الفتره اللي جايه لجمهور السوشيال ميديا بصفه عامه والجمهور النادي الاهلي او الزمالك. اتمنى ان كل واحد ما يدافعش فقط عن وجهه نظر نادي فقط. يتكلم بالورقه والقلم وكل واحد ياخد حقه. انا بحب الفقره دي جدا وانا شخص زملكاوي. بإذن الله الزمالك يقدر يعدي دور المجموعات والزمالك قادر. الزمالك قادر بجمهوره ما يقفش على حد. نادي الزمالك نادي كبير بجمهوره ان شاء الله هنقدر نعدي وناخد البطوله بإذن الله السنه دي. ده رأي الجمهور اللي احنا بنحترمه جدا ونقدره جدا بشكل كبير. ده رأي الجمهور. جماهير الكره المصريه حاجه جميله جدا بجد يعني. اهلاوي زملكاوي اي بيشجعوا اي نادي جمهور جميل وفاهم كوره وعنده وعي ورأيهم رأي يعني فاهمين قوي يعني. انا بحس ان الناس فاهمه. صح زعلاء. انا شايف ان دي احسن حاجه حصلت من ساعه ما انا وعمرو طلعنا هنا في البرنامج والله العظيم. لا بجد ان احنا نتواصل مع الجمهور بشكل مباشر ده شيء رائع جدا وبشكرهم جدا. بشكر كل الناس اللي اتكلموا. لغتهم لغه الحوار بتاعتهم لغه هاديه وما شاء الله مرحبين بالتجربه وبنشكرهم جدا على ترحيبهم بالتجربه دي. وان كان على وجهات النظر احنا كل واحد بيقول وجهه نظره وبرقه وقلم. انا بتكلم برقه وقلم بس عمرو مش عايز يتكلم برقه وقلم. احنا دلوقتي طالما الجمهور هنمشي كل حلقه بعد كده الحاجات اللي الجمهور نفسه فيها هنعملها. كل واحد هيتكلم بالورقه والقلم بالارقام وجهه نظره بهدوء كده هنعملها. كل حاجه تسعد الجمهور هنعملها. نطلع فاصل ونرجع مكملين معاكم في ملفات اخرى بعد الفاصل. بنشكر طبعا كل متابعة الجمهور لينا والإقبال الكبير جدا جدا على حلقتنا النهاردة وتصدر ترند سيف وعلاء عمرو علاء مع سيف ترند رقم واحد على تويتر وده للأسبوع الثاني. بنوجه لكم كل الشكر وكل التحية وبنحترم كل الرسائل سواء إيجابية أو سلبية الاتنين فوق دماغنا بناء على طلب الجمهور. بناء على طلب الجمهور الفقرة دي اسمها كل واحد يبص في ورقته. يعني السؤال إنه والله السؤال اللي هسأله لحضرتك زمالك لا هيكون فيه اهلي ولا هيكون فيه داخل الاهلي ولا هيكون فيه حاجه ولا هيكون فيه رد من الاستاذ علاء. اتفقنا؟ هو ينفع كده يا كابتن؟ هو كده الفقره دي بناء على الجمهور مفيش هزار. فرصه الزمالك في التأهل؟ فرصه موجوده. صعبه بس موجوده. صعبه بس موجوده. باتشيكو مكمل؟ باتشيكو مكمل لغايه ماتش الترجي.
يعني اخره ماتش الترجي وبعدين ياخد شنطه بقى ويبقى يرجع تاني ان شاء الله. انت شايف ان 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 الافضل تعديل على الجهاز الفني يعني تكون مدرب عام او والله كده؟ الاتجاه داخل مجلس الاداره الحالي ان باتشيكو يمشي يعني انا ده الاتجاه اللي ماشي، لكن انا وجهه نظري كعمر لا انا شايف ان باتشيكو لازم يستمر ويكمل الموسم ويكمل تعاقده، والمشكله مش في باتشيكو، المشكله مش فنيه خالص، المشكله اداريه في المقام الاول ومشكله في اللعيبه في المقام الثاني، لان اللعيبه عايزين فلوسهم وطمعانين، كانوا الاول ما بيقدروش يتكلموا ولا يفتحوا بقهم، دلوقتي بدات طلباتهم تكتر وعايزين يلغوا الضرايب وعايزين يتمردوا وعايزين فلوسهم وعايزين وعايزين، ماشي حقهم لازم ياخدوه، احنا مش ضد مين بدون الدخول في تفاصيل في لاعبي نادي الزمالك تقول له ركز. لا كتير على راسهم زيزو. مين تاني؟ مين تاني؟ محمود علاء. محمود علاء في حد تاني؟ جنش اقول له ريح، مش ركز، اقول له ريح شويه. ريح شويه؟ ومين اللي يخش؟ ابو جبل. ابو جبل. موسيماني، موسيماني قال للاعيبته صعبتوا الامور ولكن ما زالت الكلمه في الملعب. كابتن سيف، دي المره السابعه للنادي الاهلي بينهي الدور الاول باربع نقاط، حصلت قبل كده ست مرات، وفي ست مرات الاهلي خمس مرات منهم نجح للعبور من المأزق ده والتأهل للادوار النهائيه. يعني مش جديد على النادي الاهلي، يمكن اربع مرات النادي الاهلي نجح بامتياز ان هو يعدي الازمه دي الاربع نقاط ويتاهل للدور، ومنهم مرتين كسب فيهم البطوله. لكن انا شايف ان فرص النادي الاهلي اقوى بكتير جدا، يعني موجوده بشكل قوي جدا. الخوف الوحيد بس هي استبعاد نادي المريخ، لو تم استبعاد نادي المريخ من البطوله اعتقد فرص النادي الاهلي هتبقى صعبه جدا. موسيماني بيلعب بروتيشن كبير جدا، لو انت بتدي له نصيحه وتقول له ما تغيرش في الحته دي او ما تغيرش دول الهجوم اللي هم مين؟ اتمنى ان هو يلعب باجاييه ومحمد شريف اطول فتره ممكنه، يعني اجاييه ومحمد شريف يكونوا موجودين بصفه اساسيه في النادي الاهلي يعني، واذا كان في تغييرات تتم يكون محمد شريف بواليا عشان يدي بواليا ثقه ثانيه وياخد فرصه، وياخد فرصه مره واثنين وثلاثه واربعه ويسجل ويساعد ثقته في نفسه ويقدم نفسه بشكل جديد خالص. لكن انا شايف ان التغييرات كثيره في المربع الهجومي ده بيضر بالنادي الاهلي. ما جبت سيريه مروان؟ لا مروان موجود طبعا، مروان موجود يعني، مروان بياخد حبه حبه يعني، لكن الجمهور دلوقتي والحاله الفنيه دلوقتي بتعلي اسهم محمد شريف، طلع رقم واحد الاسهم بتاعته، يمكن عشان لعيب لما ينزل يجيب جون في اول لمسه ليه زي ما حصل في الماتش اللي فات ده بيعلي قوي من اسهمه، بيعلي اسهمه هو بيديله ثقه جواه وبتعلي اسهمه عند الجمهور، بياخد دعم كبير جدا. ده حصل برده مع مروان اول ما نزل جاب جون، لكن اقصد ان مروان خد دعم كتير جدا من الجمهور وخد فرص كتيره جدا، الناس عايزه محمد شريف ياخد نفس الفرص دي. انا شايف لو هو لعب بقى جايه ومحمد شريف اطول فتره ممكنه وثبت التشكيل ده اعتقد ان النتائج هتكون افضل للنادي. انت بتدي فرصه لعلاء يتكلم كتير. لا 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 انا جاي معاك، بتقول لي اجابه صغيره فاقول اجابه صغيره والتزم بيها. نرجو الالتزام، كلامه معايا نرجو الالتزام. انت خدت حقك بالظبط على تمام الفاصل، على الستوب تمام الفاصل، مفيش فاصل دلوقتي. والله العظيم انت نسيتني، انا كنت مالك. انت دلوقتي مالك التوقعات، سيبنا من افريقيا داخلين على الدوري، الاهلي مع الاسماعيلي والزمالك مع سيراميكا. الاهلي مع الاسماعيلي اعتقد مباراه هتبقى مباراه كويسه جدا، انا سعيد جدا المباراه لاول مره من فتره طويله جدا تيجي في اجواء حميميه. يعني اول مره تبقى قمه جماهيريه في اجواء حميميه، يعني دي حتى ده كان عنوان مجله النادي الاهلي. اللي كتبنا قمه جماهيريه في اجواء حميميه، ده شيء يعني شيء رائع ان بتيجي في ظروف. نتيجتها تتوقع ايه؟ لا اتوقع النادي الاهلي افضليه للنادي الاهلي. الزمالك وسيراميكا؟ الزمالك وسيراميكا، لا الزمالك. الزمالك الزمالك في حاجه للفوز اكتر من سيراميكا. استاذ عمرو، توقعات حضرتك للقائين الجايين؟ مباراه الاهلي والاسماعيلي طبعا بتيجي في ظروف صعبه على الاسماعيلي، لكن ظروف اعتقد ميسره للنادي الاهلي. النادي الاسماعيلي فريق كبير جدا بس محتاج وقت عشان اللعيبه دي تبدا يعني تترجم ده لحقيقه. طبعا المباراه كالعاده هتتلعب في اسكندريه بعيدا عن استاد الاسماعيليه، فطبعا بعاد عن ارضهم مساكين طبعا هيتغلبوا المباراه اللي مصلحتك. انا عايز اسالك توقعاتك. ما انا بقول توقعاتك فقط لا غير. ما ده توقعات مساكين هيلعبوا في اسماعيليه. لا مش مفيش مساكين، ده نادي عظيم وجمهور عظيم ولاعيبه. ما هو مساكين عشان ما بيلعبش على ملعبه. انا عايز العب على ملعبه بس هيلعب ان شاء الله على ملعبه. خلينا في النتيجه.
النتيجه حظوظ الاهلي اعلى من الاسماعيلي. تمام. الزمالك طبعا سيراميكا. عشان الاسماعيلي خارج ارضه برضه. تمام. بيلعب بعيد، بيلعب بره وجوه خارج ارضه. الزمالك وسيراميكا. الزمالك وسيراميكا، الزمالك لو عايز يكسب اي حد، لو اللعيبه لعبت بادائها الطبيعي هيكسب اي حد. لو انت بتوشوش كده باتشيكو بتقول له ابتدي بدول في الهجوم، ابتدي بمين؟ في الهجوم يبدا بالمجموعه، انا شايف ان يبدا بالمجموعه اللي هو بيلعب بيها، اللي هي بن شرقي، اوباما، زيزو، وقدامهم انا شايف كده يعني مروان. انا شايف ان مروان هيبقى محطه وهيبقى لاعب كبير جدا، بس ما خدش فرصته والناس بتهاجمه وهي ما شافتهوش، وهو لاعب كبير ولاعب كويس. تمام. بس ليه محتاج ياخد فرصه. ليه قلت على جنش يريح؟ ده بقاله ماتشين. والبديل يبقى ابو جبل ولا عواد؟ لا طبعا عواد حارس مرمى كبير جدا. جنش حارس مرمى كبير. ابو جبل حارس مرمى كبير. لكن هما الثلاثه تركيبه مع بعض تركيبه صعبه. بنتكلم بامانه بقى. تركيبه صعبه. انت عايز تالي الصغير؟ لا انا عايز ادي عواد هو اللي ابو جبل هو اللي بدا. فعايزه يكمل لان هو اللي عنده فرصه يروح المنتخب ويعمل شكل كويس في المنتخب. لكن عايز اقول بشكل عام لازم انتقد ولازم اقول رايي بصراحه. معلش مع احترامي يعني. مستوى حراس المرمى في نادي الزمالك كان كويس جدا. المستوى انحدر والمستوى بيقل بشكل ملحوظ جدا. الثلاث حراس مستواهم اقل. في مشكله في حراسه المرمى في نادي الزمالك. يبقى في تدريب، في مشكله في التدريب. لازم الناس يراجعوا نفسهم. لازم عايزه مراجعه، مش هقول تاني، محتاجه مراجعه. طيب انت مع ولا ضد ان في حاله اللعيبه ان هي تادي بشكل مش جيد يتخصم منها؟ طبعا. حاله الخساره؟ طبعا. بص لازم اللائحه بتاعت الزمالك تكون مرتبطه بالنتائج، مفيش حاجه غير النتائج لازم. يعني انت مع الحته دي؟ طبعا. استاذ علاء، في مع جزئيه اللائحه ان في حاله الخساره يبقى في خصومات مبالغ؟ طبعا. ده الاحتراف، ده بالاحتراف ان اللاعب اكتر حاجه توجعه الخصم المبالغ الماديه، مش القعده على الدكه. في لعيبه في بعض اللعيبه يضايقها اكتر، يعني ممكن ترحب بالخصم المالي مقابل المشاركه، لكن اغلب اللعيبه 90% من اللعيبه توجعها اكتر العقوبات الماليه. طيب مكملين النهارده مع الجمهور. الجمهور بقى جزء كبير جدا من حلقتنا. نشوف كمان الجمهور في الشارع بيقول ايه. نرجع لكم تاني. عمرو الدرديري الناقد الرياضي انا بحبه على المستوى الشخصي، هو زملكاوي جميل وقراءه حلوه، بالذات لما ببقى مع الفقره بتاعت كابتن سيف زاهر وعلاء عزت. سؤال لاداره نادي الزمالك، لازم ساسي يجدد؟ استاذ علاء عزت راجل محترم وراجل يعني عينيه حلوه مع النادي الاهلي وبيتكلم بكل صراحه. تمام. اللي انا بساله له بس ان شاء الله يعني عايزين نعرف الصفقات بتاعت الاهلي السنه الجايه ايه، الاهلي هيمشي فيه ايه، مين اللي هيمشي، مين اللي هيقعد، وعايزين يعني كل حاجه حلوه النادي الاهلي هو يقولها لنا عليها. انا الناس بتتكلم على فايرال ككوره اكتر من موسيماني. انا شايف اللي حضرتك ايه وجهه نظر حضرتك، يعني موسيماني احلى ولا فايرال في الكوره؟ بالنسبه لملف تجديد فرجاني ساسي تمام، والحمله اللي بيتوجه لها شيكابالا ايه رايه فيها؟ احنا حابين بس نساله يعني امتى محمود عبد المنعم كهربا هيلعب في الاهلي؟ ايه اللي ينقص الزمالك السنه دي عشان يقدر يكمل منافسه على الدوري وما يخسرش نقط سهله زي اللي شفناها في ماتش وادي دجله الاخير كده؟ بس مدربين الاهلي والزمالك على قد المستوى ولا الاهلي والزمالك اكبر منهم؟ أسئلة الحقيقة رائعة. هسأل في ثواني. في ثواني هايل. في ثواني. المدربين الأهلي والزمالك. أنا شايف إنهم أقل من الأهلي والزمالك. أقل من الأهلي والزمالك. أنا بوافق الرأي ده. سؤال مهم جدا، عجبني جدا السؤال ده. فعلا أنا شايف لحد دلوقتي الأهلي ما جالوش مدرب يستحق اسم النادي الأهلي. يعني بعد ما نقول جوزيه وممكن لو سمحت اختصر في الكلام بعد إذنك. عنده حق في دي.
معلش بهارنا هتقول كلام ايوه. انا شايف ان الاهلي قيمته اكبر. الاهلي يحتاج مدرب. سالوك سؤال، مين الراحلين من وجهه نظرك في الاهلي الموسم اللي جاي؟ لا لا لسه صعبه، لسه دلوقتي الامور مش محدده في النادي الاهلي، لسه بدري. سال حضرتك سؤال مهم، الزمالك ناقصه ايه عشان يكسب الدوري؟ الزمالك دايما عودنا ان في الماتشات السهله بيخسر نقط كتير، صح؟ فبالتالي الزمالك لازم يبقى اجريسيف في المباراه السهله علشان يقدر ياخد الدوري. دي روشتة في مكانها. نطلع فاصل ومكملين معاكم، والجمهور كمان مكمل معانا. هي مباراه ما بين الاهلي والزمالك، مباراه بروح رياضيه عاليه جدا. هنرجع نتكلم على كل الانديه الجماهيريه، هنتكلم على المنتخب الوطني، كابتن حسام البدري بعد الفاصل. فقرة الرؤية والتوقعات، نبتديها بالدوري الممتاز. توقع كده خفيف، توقع مين الأربع فرق اللي هيكونوا في المربع الذهبي في نهاية الدوري الممتاز السنة دي؟ الزمالك، تمام. الأهلي، تمام. بيراميدز، المقص، الأهلي. الأهلي الأهلي الأهلي، تمام. الأهلي ومين؟ الأهلي، الزمالك، ممكن الاتحاد المصري، ممكن وبيراميدز، يعني ممكن الثالث يكون بين بيراميدز وبين المصري، ممكن يعني او الاتحاد، ممكن في فرقه من دول تخطف شويه في يعني. اتوقع الاتحاد والمصري لو ثلاث اربع انتصارات متتاليه ورا بعض، واحد منهم هيخش على المركز الثالث وينافس بيراميدز على المركز الثالث. قول لي اربع حراس مرمى في المنتخب الوطني، ثلاثه واحد هديك فيه فرصه هيختارهم البدري. اربع حراس؟ توقعاتك رؤيه. ابو جبل، ابو جبل، ابو جبل، ثلاثة. يبقى باقي واحد، يبقى الشناوي. نبتدي بقى ابو جبل، نبتدي الشناوي. ابو جبل والشناوي دول اكيد، علشان دول حارسين اللي هم المفروض الافضل، تمام. بعدهم ممكن يكون، انا وجهه نظر يعني، ان لازم ياخدوا اكرامي، شريف اكرامي. والرابع؟ الرابع لا، كلهم متساويين بعد، كلهم متساويين. شايف في حد يعني مميز؟ استاذ علاء، محمد الشناوي وابو جبل وعمر رضوان، حارس هايل وجاد برضه حارس هايل. بس طبعا هو طالما عنده الشناوي والشناوي محمود جاد، طالما عنده الشناوي وابو جبل، اعتقد ان الاثنين التانيين الثالث والرابع ممكن يكون. طيب انتوا الاثنين استقريتوا على حاجه، تاخدوش وقت تفكروا، مش ممكن يبقى الشناوي جنش؟ لا اعتقد جنش بعد الظهور في المباراه الاخيره دي، اعتقد صعب، لان لعب ماتشين بس يعني. يعني لا، والماتش يعني الاخير كمان لو كمل، واضح انه مهزوز. انا مش عارف، في مباراه الترجي حسيت ان مش ده ابدا جنش اللي احنا نعرفه يعني. انا جنش بالنسبه لي افضل بكتير من المستوى اللي ظهر عليه. طب انت شايف ان ممكن شريف يخش السباق؟ ممكن، اللي عنده فرصه طبعا، عنده فرصه كبيره، عنده فرص طبعا، اكيد. كل حراس مرمى، كل حراس مرمى مستواه كويس الموسم ده، لكن يعني كل حراس مرمى، يعني في اكتر من خمس حراس او ست حراس مرمى في مصر عندهم فرصه الانضمام للمنتخب. لكن اعتقد ان منافسه الشناوي على المركز الاول صعبه جدا. طيب عايز اسال سؤال، هل من انت اديته فرصه كتير هيتكلم كتير؟ انا جاي لك، انت اهو، هو يا عم بيسالك، انا عايز اقول ان ابو جبل اساسي مع الشناوي. انا جاي لك في السؤال ده بس. طب اكمل بس كلامي. اتفضل. ابو جبل مع الشناوي، مع شريف قلت، مع الشناوي، مع شريف اكرامي، ثلاثه، تمام. اربعه محمد عبد المنصف. طيب عشان ندي فرصه للناس الكبيره دي، صح؟ هل من الطبيعي، هل من الطبيعي ان يكمل جنش والمنتخب ياخد ابو جبل؟ انا لو من المنتخب، حتى لو كمل جنش هاخد ابو جبل، لو انا مسؤول هعمل كده لسبب بسيط. مش هساوي حد لعب اربع او خمس مباريات بواحد لعب موسم ونص. لا طبعا، مش ما اقدرش اساوي ده بده.
محمد صلاح افضله ليفربول ولا افضله يعمل الترانسفير اللي جاي؟ لا لازم يخرج خلاص. محمد صلاح علاقته مع ليفربول ومع يورجن كلوب خلاص وصلت للطريق. اعتقد ان الاثنين يعني يورجن كلوب في اليومين اللي فاتوا عطى اكتر من تصريح بيلمح فيه انه ما فيش حد كبير على الفريق. واضح ان هو قال لك ان لما قال ان اللعيبه ما عندهاش ولاء كان يقصد بيها محمد صلاح وبعض اللاعبين. لازم محمد صلاح يخرج خلاص. اعتقد ان العلاقه كده صعبه. العلاقه بقت صعبه جدا خصوصا بعد تصريحات وكيل اعماله. اعتقد المساله بقت صعبه جدا. محمد صلاح اعتقد ان بيقضي وقت خلاص، لكن الموسم الجاي مش هيكون موجود في ليفربول. طيب نروح برضو ناخد حتى جمهور كمان يعني حتى جمهور ليفربول لاول مره بدا يهاجم محمد صلاح. طيب نروح بقى ناخد بعض الانديه الجماهيريه ومن الانديه الحقيقه اللي ماشيه بشكل رائع السنه دي النادي المصري مع علي ماهر ومع ادارته الحقيقه الرائعه. كريم العراقي هيكمل في النادي المصري ولا مش هيكمل؟ نشوف ونرجع لكم تاني. أغلق الباب من المفاوضات ما بين مجلس إدارة النادي المصري واللاعب كريم العراقي بانتهاء هذه الجلسة المطولة اللي استمرت أكثر من 4 ساعات. هو باللي حصل كده يعتبر خلاص هو النهاردة بيقفل الباب. احنا النهاردة يعني يعتبر سيبنا الباب مفتوح، قعدنا 3 أو 4 مرات. انت النهاردة مصمم على طلبات معينة، طب الطلبات دي انا اكبر من امكانياتي او امكانيات الفرقة، وفي لعيبة مع احترامي ليك نجوم في الفريق ما بتاخدش الارقام اللي انت طالبها، يبقى انا النهاردة ما ينفعش اظلم حد. فانت النهاردة لازم، انت النهاردة عندك نية او بتحب النادي المصري عايز تقعد في النادي المصري هتضحي، بس لكن انت مش عايز تضحي ومتمسك بطلبات معينة خلاص ده حقك وانت حر، دي حاجه ترجع لك انت. لكن النهارده النادي المصري اكبر من اي حد، والنادي المصري ما حدش يملى عليه شروطه، واحنا خلاص قعدنا مره واثنين وثلاثه واربعه وخلاص الموضوع كده يعني يكاد يكون خلاص يقضي الموسم ونص بتاعه وخلاص موجود في الفرق. كريم العراقي من ساعه ما لعب في النادي المصري لحد ما انا واقف مع حضرتك دلوقتي ما جالوش اصلا عرض خالص من اي نادي. ثانيا لو هو جاله عرض مناسب للنادي ومناسب ليه النادي مش هيقف خلاص طالما عرض مناسب. داخلي او خارجي؟ لا هو الكلام كله احتراف، ما اتكلمناش في داخليا خالص، الكلام كله احتراف خارجي. فانت النهارده احتراف خارجي النادي المصري هيقعد عليه بالنفع، هنقعد كمجلس اداره وناخد القرار الصحيح. لكن انت لسه قدامك اولمبيات، ربنا يكرمك ويوفقك سعرك يبقى اعلى، ودي بتاعتك ولعبك ومجهودك ولا يثبتك بس. لكن احنا لو في اي عرض انا اكد عليك تاني، مفيش عرض جه لكريم العراقي ومن ساعه ما لعب كوره في النادي المصري. وقتنا النهارده جري بسرعه جدا جدا جدا، ولكن عندي شويه تعليقات بصفه بقى عامه كده عايز نروح لها سريعا، السؤال واجابته سريعا. كريم عراقي شايف حالته ازاي؟ انا مستغرب جدا موقف اللاعب، يعني انا سمعته اكتر من مره وسمعت تقرير دلوقتي وسمعت حضرتك مداخلاتك الكتيره جدا 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 مع اداره النادي. طبعا هو طبعا قلب به العقد شهادة متعاقدين، يعني النادي المصري مش مطلوب من مش مطلوب منه روشته سريعه عشان وقتنا عندي اسئله كتير. تعديل العقد، تعديل العقد استاذ عمرو منه لله اللي عمل كده في الولد ده اللي بيغروه بيضحكوا عليه ومخلينه مش عارف يلعب في المصري. روشته سريعه يكمل يا جماعه، حرام عليكم، ابعدوا ابعدوا عن الناس، احنا في عصر احتراف، تتكلموا عن المبادئ وتيجوا في الجد تغروا الناس وتتعبوا. روشته سريعه لكريم. ها كريم ارجع للعقد شريعه المتعاقدين، ارجع لناديك ادي لاخر وقت. تمام. لو مش عايز تجدد خلاص. الفقره دي ندي لها كام من 10؟ تدي كام للنادي المصري لحد دلوقتي؟ اديله 7 من 10. الاتحاد 7 من 10 برضه. الاتحاد 7 من 10. المصري 8 من 10. اسماعيلي حتى الان؟ اسماعيلي يعني 5 من 10، بس انا نفسي يبقى احسن من كده يا رب ان شاء الله. 2 من 10. 2 من 10. طبعا الاسماعيلي عندك توقعات ان هو يعود الدوري ده، يعني يبتدي يعود لمكان طبيعي ولا الامور تبقى صعبه؟ يعني يعني اكثر تفاؤل الاسماعيلي ان هو ينهي الجدول، ينهي البطوله في المركز العاشر في يعني كده. طيب السؤال بصفه عامه ملوش علاقه بالفنيات، البدري في قماشته المره دي او في اختياراته يمتلك عدد كبير، هل هو محظوظ ولا غير موفق؟ لا عنده ناس كتير ممكن ياخدها، وهم يعني افضل لعيبه انا شايفهم اللي كانوا مع المنتخب الاولمبي.
اللي كان مع المنتخب الاولمبي. طبعا لعيبه كلهم كويسين. استاذ علاء، لم انزعج لخبر احتمال تعثر عوده المحترفين، بالعكس كنت بتمنى المحترفين ما يكونوش موجودين معانا. كانت تدي فرصه اكبر للكابتن حسام البدري انه يكتشف مواهب جديده جدا جدا، والكره المصريه تكتشف لعيبه جديده جدا. انت شايف ان عنده قماشه كويسه جدا، اكبر قماشه محليه من سنين، اكبر قماشه محليه من سنين. شرفتوني ونورتوني، اشكرك استاذ عمرو. متشكرين لك يا كابتن سيف. ايه ده خلاص كده؟ ايوه. ازاي طب والترند؟ انتوا الوقت معاكم بيعدي في ثانيه. ربنا يخليك. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، كل التوفيق للاهلي والزمالك، اتمنى لك التوفيق، كل التوفيق للاهلي والزمالك وكل الانديه المصريه ان شاء الله باذن الله في الدوري المصري. اشكركم. شكرا لك. خلصنا حلقتنا تاني وتالت ورابع، بنشكر تفاعل الجمهور معانا للاسبوع التاني ان شاء الله باذن الله، كل يوم على شاشتنا مختلف، عندنا لسه كتير جدا جدا جدا. بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد حلقه جديده مع الكابتن احمد شوبير. اشوفكم على الف خير.